بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل وسلم وبارك على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية، شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال. اللهم بسره لديك وبسيره إليك آمن خوفنا وأقل عثراتنا وأذهب حزننا وغمنا. اللهم لا تجعلنا بأنفسنا محجوبين، اللهم خذنا إليك منا وارزقنا الفناء عنا. اللهم اكشف لنا عن كل سر مكتوم، يا حي يا قيوم، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك، جئناك فقراء فأغننا، عاجزين فأقدرنا، جاهلين فعلمنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، توكلنا عليك فلا تكلنا، وعلى بابك نقف فلا تطردنا، نسألك العفو والمغفرة وأنت الجواد الكريم، فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا وخذ بأيدينا إليك، فقد عجزنا عن الوصول إليك وأنت أقرب إليك منا، لا إله إلا أنت وأنت أقرب إلينا منا يا رب العالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا وذريتنا وأحبابنا والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. فرج الكرب عنا وعن المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وكما بلغتنا رمضان وأعنتنا على الصيام والقيام فاقبل ذلك منا، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك، وما توفيقنا إلا بك يا رب العالمين، عليك توكلنا وإليك ننيب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بعد، نكمل قراءة كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي المصري القاهري، مقاما ومدفنا، توفي سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة، مدفون بسفح المقطم، ونحن الآن في أعلى المقطم، هذا المكان المبارك الممتلئ سفحه بالأولياء. حتى قبل دخول الإسلام كان معروف أنه هو مأوى الأنبياء، ينبتون فيه كما ينبت النبات في الصحراء. فالحمد لله الذي أقامنا في هذا المكان المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدنا بما أمدهم به من أنوار نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجعلنا على ما كانوا عليه من كمال الصلاح والتقوى والمعرفة والقيام بحق ذلك يا رب العالمين، برحمتك أرحم الراحمين، واجزهم عنا خير الجزاء. أما بعد، الحديث 18، حديث البول والاستنجاء والشرب، آداب يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، جاء إلى أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، جاهلة لا تعرف شيء، أخرجها من الظلمات إلى النور، من الموت إلى الحياة. كانوا يقادوا كالأنعام فصاروا هم قواد الأمم ببركة إشاراته صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته، علمهم كل شيء، كيف يأكلون، كيف يشربون، كيف يتناكحون، كيف ينامون، كيف يقومون، كيف يصومون، كيف يتعبدون، كيف يجاهدون، كيف يقضوا الأمور بينهم، كيف يتعاملون مع غيرهم، كيف يتعاملون حتى مع الأكوان، علمهم كل شيء صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا أجهل من الدواب. هكذا كان حال نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، اللهم اجزه عنا خير الجزاء. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام البخاري بإسناده عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، ولا يستنجي بيمينه، ولا يتنفس في الإناء،
يعلمهم كيف يبولون، كيف يتغوطون، كيف يتطهرون، كيف يشربون، كل شيء، كل صغيرة وكبيرة علمنا إياها صلى الله عليه وآله وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه إكراما لهذه الجهة وهذه اليد الشريفة التي هي جهة الشرف، والتي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم بتوجيهه هي موضع الإكرام وموضع الطعام وموضع الشراب وموضع الأخذ والعطاء والمصافحة وغير ذلك مما فيه تكريم. وفي حال البول لا تكريم فيه بل فيه نجاسة، فأراد أن ينزه هذه الجهة الكريمة حتى تظل في كرامتها، وأن تستعمل الجهة الأخرى وهي الشمال التي هي محل القاذورات والجهة التي يأتي منها الشيطان للإنسان أيضا، لأنه هو الذي نجعل القاذورات فيه، لأنه جعله الله كأنه المنديل الذي تضع فيه قاذوراتك، حتى أن الإنسان إذا أخطأ يقول إيه: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، كأنه هو ورق الاستنجاء، كأن الشيطان هو ورق الاستنجاء بالضبط، هو محل النجاسة وهو صالح لك ويأتي من الجهة الشمال. فإذا تنجست بالمعاصي اعتذرت إلى الله من أنها من الشيطان، ويقبل الله ذلك منك لأنك توجهت إليه بعجزك وضعفك فيقدرك، بفقرك إليه فيغنيك. هكذا سبحانه وتعالى جعل بعض خلقه محلا لإهانته والبعض الآخر محلا لكرامته، فنسأل الله أن يجعلنا من أهل محل كرامته، يخلق ما يشاء ويختار. فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء، لأنه أمرنا أن نتنفس أثناء الشرب 3 مرات، لكن التنفس يكون خارج الإناء، خارج الإناء، وهذا أدب عالي، وكأنه طبيب من أطباء من عظماء الأطباء في فترة زمنية ظهر النبي فيها ولم يعرف الميكروبات إلا بعد بعثته صلى الله عليه وسلم بأكثر من 1600 عام، يعني 1300 سنة بعد بعثة النبي جميع علماء العالم ما يعرفوش إن في حاجة اسمها ميكروبات، لحد ما جاء باستير عالم في فرنسا كده عرف إن في حاجة اسمها كائنات دقيقة لا ترى إلا بالميكروسكوب تسبب الأمراض، وسمها بكتيريا، وخد بقى جوائز وخد، والنبي قايلها من سنوات طويلة: لم يمتحن بما تعي العقول به فلم نرتب ولم نهم. لو قال لهم ده في ميكروبات دقيقة لا ترى بعين مجردة ربما يكذبوه، لكن أمرهم بما يقتضي أنها موجودة صلى الله عليه وسلم، فأمرنا بأمر لطيف يفهمه الناس فينفذونه، ثم بعد ذلك يجدون الإعجاز فيه بعد ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. لم يمتحنا بما تعي العقول به فلم نرتب ولم نهم. ظاهر الحديث كلام سيدنا أبي جمرة بقى بيقول إيه: ظاهر الحديث يدل على 3 أحكام: ألا يأخذ ذكره بيمينه، الثاني ألا يستنجي بيمينه، الثالث ألا يتنفس في الإناء. والكلام عليه من وجوه: الوجه الأول، هل هذا تعبد غير معقول المعنى أو معقول المعنى؟ وقد تقدم أن أمور الشرع كلها لابد لها من معنى بمقتضى حكمة الحكيم، لكن منها ما نعرفه ومنها ما لا نعرفه، ويخبر عنه بالتعبد، ليس إلا. طيب، يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم لما يأمر أمر أو ربنا يأمرنا بأمر لابد أن هذا الأمر فيه نوع حكمة، لو عرفناها خير وبركة فنقول الحكمة، لو ما عرفناهاش يبقى نقول إن الأمر ده تعبدي، نعمله كده ننفذه خلاص تعبدي. ليه بنغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات إحداهن بالتراب؟ ما هو لو نجاسة يكفيها بالماء وخلاص، لو المسألة علة النجاسة فالمية تكفي، لكن ليه يجمع المية والتراب ويخليها 7 مرات؟ 7 كده العدد محدود، تعبدية، علة تعبدية، هو ده الراجح. وإن كان الإمام الشافعي قال العلة أنها نجاسة مغلظة فاجتمع فيها تطهيرها بوسائل الطهارة المختلفة وهو التراب والماء معا، اقتضت التراب والماء، لكن لم يوجب بال7 مرات،
برضه هتفضل السبع مرات، كان ممكن يبقى مره بالتراب ومره بالميه وخلصت، لكن ليه سبع مرات احدهن بالتراب؟ يعني حاجه ما نعرفهاش، ما نعرفش حكمتها، يبقى نسموها تعبدي. لماذا الظهر 4 ركعات والمغرب 3 والصبح ركعتين؟ ليه خلى الركوع قبل السجود؟ وليه خلى الركوع مره واحده وخلى السجود سجدتين؟ وليه وليه وليه؟ كلها تعبديه فيها حكم، لكن قد لا نعلمها، فنقول تعبدي. وكونها تعبدي مش معناه اننا نؤجل تنفيذها حتى نعلم الحكمه، لا، ده احنا ننفذها سمعا وطاعه، لان الله ورسوله اعلم ونحن موصوفون بالجهل، منا ما يليق بجهلنا ومنه ما يليق بعلمه. فالحكايه سهله، وعشان كده الاوامر الشرعيه اما ان تكون لها حكمه معلومه فتذكر ويبقى شيء جميل، واما ان تكون حكمتها مجهوله فنقول تعبدي. واضح؟ فاما هنا الاوامر اللي هنا بقى دي، اللي هي لما يجي يبول الانسان لا يمسك ذكره بيمينه، ولما يجي يستنجي لا يستنجي بيمينه، ولما يتنفس في اثناء الشرب لا يتنفس داخل الاناء. هذه الاوامر هل حكمتها معلومه ولا غير معلومه فنقول تعبديه؟ هو ده السؤال اللي بيطرحه سيدنا ابي جمر. فبيقول: فأما هنا بفضل الله فالمعنى ظاهر، لأن اليمين لما جعل للأكل والشرب وما يقرب منه، جعل اليسار لضد ذلك وهي الفضلات وما يتعلق بذلك وما يقرب منه، فمس الذكر والاستنجاء من ذلك القبيل، لأنها إزالة قذورات، مش كده برضه؟ يبقى إزالة القذورات يليق بها الجهة اليسرى. وأيضا فلما كان أهل اليمين في الآخرة هم أهل الجنان والنعيم، جعل في هذه الدار لذلك النوع، ولما كان أهل الشمال في الآخرة أهل المعاصي والنكال، جعل هنا لما يتولد عن المعاصي وما شاكلها. أصل البول والبراز ده أصلا سببه، طب إحنا في الجنة لا هنبول ولا نتبرز بالرغم إن هناكل ونشرب، لكن منشأ البول والبراز ده جه منين؟ من أول معصية فعلها سيدنا آدم لما أكل من الشجرة اللي نهي عنه، كان بياكل من كل أشجار الجنة، كان على طول يعرق عرق أطيب من المسك ومش محتاج ولا يجيله مغص ولا عايز يتبول ولا يتبول. أول ما أكل من الشجرة المنهي عنها المعصية ابتدى يبقى عايز يبول ويتغوط، يبقى مصدر الحكاية دي منشأه المعصية، فيبقى يليق بها جهة الشمال. فهمت بقى؟ أصل منشأها الأصلي. فلما بدت سوآتهما طفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، فجأة لقوا في نجاسة عايزة تخرج، بقوا محتارين يحطوها فين، وأما تخرج يغسلوا مكانها ولا ما يغسلوش، ويغطوها ولا ما يغطوهاش، ويعملوا إيه، بقوا حيرانين. وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة. فهمت؟ كل ده منشأه جا منين؟ من الأكل اللي فيه المعصية. فهمت بقى ازاي؟ وعلشان كده البول والغائط نجاسة، لأنها نشأت من معصية. نشأت من معصية الأولانية خالص، فبقت نجاسة. تيجي على الثوب لازم تغسله، تيجي على الأرض ما ينفعش تصلي عليه، وهكذا. يبقى لا يتولد من المعصية إلا كل نجس قبيح. لا يتولد من المعصية إلا كل نجس قبيح، وعلشان كده لو أكلت من حرام يتولد من هذا الحرام الطعام طاقة لا تفعلها إلا في المعصية. تلاقي الإنسان اللي لحمه نبت من حرام تلاقيه أصل المعاصي ميسرة لي، تيجي تقول له صلي أثقل شيء عليه الصلاة وأيسر شيء عليه عصى ربه، لأن الطاقة المتولدة من أكل الحرام لا تتصرف إلا في الحرام، والطاقة المتولدة من الأكل الحلال تدفعك دفعا لفعل الإيه؟ الطاعة. وعشان كده شوف كل لحم نبت من حرام إيه؟ النار أولى به، لأن النار محل تطهير. النار محل تطهير علشان يتطهر، لأن الجنة ما ينفعش يدخلها نجاسة، وأكل الحرام نجس يتولد منه المعصية. فهمت بقى الحكاية كلها مرتبطة ببعضها؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تجد أبسط حاجة متولدة من أكبر حاجة وما فيش تناقض، كله ماشي مع بعض في نغمة واحدة، وتجد الإنسان المسلم اللي فاهم أوامر ربه ماشي أموره كلها في نغمة ومتناغم مع نفسه ومع الأكوان، وما عندوش تناقض،
ماشي منطلق في الدنيا سعيد بربه، فرحان، فاهم، عارف ليه خلقه وماذا يريد وما هو الذي يريده منه وماذا بعد هذه الحياة ومن هو وكيف يتقرب إلى الذي خلقه، عارف كل حاجة. حتى لو ما دخلش مدرسة تلاقيه عارف كل حاجة. إنما غير المسلم لو دخل أكبر المدارس ما يعرفش أبسط الحاجات اللي يعرفها أطفال المسلمين. هات أنت واحد كده مش مسلم ما يعرفش أبسط حاجة، إن الله أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ما يعرفش أبسط حاجة اللي إحنا أصلا أطفال المسلمين بيرضعوها مع اللبن من أثداء أمهاتهم قبل ما ينطقوا. عارف إن ربنا معاه وربنا شاعر بيه وإن ربنا قريب منه وإن ربنا مطلع عليه، ولو قاعد في أوضة ضلمة عارف إن ربنا شايفه. أبسط حاجة اللي إحنا بنعتبرها حاجة طبيعية خالص في حياتنا، الحكاية دي غايبة قوي عن ناس يمكن في أعلى درجات التعليم في غير المسلمين. فشفت بقى إن إزاي ربنا سبحانه وتعالى أخذ بأيدينا إليه ببركة هذا النبي الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور. فعشان كده بيقول لك هنا إيه، ولما جعل هنا لما يتولد عن المعاصي وما شاكلها، الجهة الشمال يعني، لأن أول ما وقعت المعصية من البشر تولد عنها الحدث اللي هو البول والبراز اللي هو الغائط يعني، وإيه والرائحة الكريهة اللي بتخرج من إيه من الإنسان. يعني شوف قد إيه المعصية مستمرة في نسل سيدنا آدم لحد إيه في صورة كل هذه الروائح الكريهة اللي بتخرج من الإنسان كلما أكل وشرب. شفت قد إيه إن المعصية التي تراها أنت بسيطة قد تتوارثها الأجيال من بعدك. فاحرص على طاعة مولاك ولا تحقرن من المعاصي شيء كما لا تحقرن من المعروف شيء. ما تقولش حاجة بسيطة وخلاص وتعدي، ده أكلة وخلاص وتعدي يا عم. زي ما بعض الناس في يوم فرح تبص ليه يشرب له كاس خمر يقول ما هو فرح بقى وتعدي، احنا ما بنشربش خمر ابدا، بس النهارده بس كده فرفاشه. مش بعض الناس بتعمل كده ويحشش كمان، يوم فرح بقى يقول لك ده فرح بقى عديها بقى. تيجي عروسه محجبه ولطيفه كده ولابسه الاشارب ومحافظه على نفسها، يوم فرحها تروح لابسه عريان تقول لك ما هي ليله في العمر بقى. ما ينفعش ما ينفعش. لا تحقرن من الايه من المعاصي شيء. خد بالك ما ممكن تتولد من المعصية دي مشاكل تتوارثها الأجيال من بعدك، تبقى شؤم حتى على الذرية اللي في صلبك. شوف قد إيه، شوف النبي لأنه مسؤول عن كل الأمة وعن كل البشر لما عرض عليه كاس خمر وكاس لبن، شوف اختيار النبي جنب الناس قد إيه، لما ربنا وفق النبي في اختياره جنب الأمة قد إيه من الضلال اللي كانت ممكن تقع فيه. النبي اختار اللبن، وخد بالك انه عرض عليه كاس لبن من الجنه وكاس لبن من الخمر، خمر من الجنه وخمر الجنه مباح، يعني لو شربه لا يعاد، يعني مختار النبي هو. يقوم النبي يختار ايه؟ يختار اللبن. يقوم سيدنا جبريل يقول له شوف هو عمل بسيط، كاس شربه ضيافه ربنا بعتها له، ضيافه ربانيه، كويس، جايب له كاس لبن من الجنة وكاس خمر. يقوم النبي يختار كاس اللبن، يقوم سيدنا جبريل يقول له ايه عشان يبين ان ممكن اختيارك يؤثر على اجيال من بعدك، يقول له لو اخترت الخمر لغوت امتك. ياه، شوف النبي قد ايه موفق وجنبنا مشاكل كتيرة فمجرد انه اختار الضيافة بس المظبوطة، اختار اللبن. فقال له اخترت الفطرة ولو اخترت الخمر لغوت أمتك. طب ايه علاقة كاس خمرة من الجنة يشربها النبي يمشي في ايه في امعاء النبي ودمه الشريف، وبعدين يجي الحكاية دي كلها في أمتي غواية؟ لان دي كلها علامات ربنا جعلها، جعلها علامات، مجرد علامة، مجرد هذا الاختيار علامة على شؤم ما يأتي من بعده او على فأل الحسن الذي يأتي من بعده. شفت بقى ازاي؟ وعلى شكل لا تحقرن من المعاصي شيء ولا تحقرن من المعروف شيء ايضا. فهمت بقى الحكاية؟ او سيدنا ادم اكل من الشجرة وتاب وربنا قبله وجعله نبي واخرج من ذريته من ظهره
124 ألف نبي، ده غير ملايين الأولياء والصالحين أخرج من ظهره كل أهل الجنة. في بعد كده كرامة وإكرام، لكن بالرغم من ذلك ورثت أمته أبناؤه من بعده ملايين السنين أثر معصيته الأولانية المغفورة المغفورة. عشان تعرف إزاي كيف أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يكرهك في المعاصي، يكرهك في المعاصي مش في العاصي، في المعاصي وليس في العاصي. لأن الذي عصى هنا هو أبوك، فكيف تكره أبوك وهو نبي؟ فكيف تكره نبي؟ ولكن لما فعل المعصية بعد فعلها كانت قدرا عليه، ولكن قبل فعلها كانت اكتسابا منه، ولذا أفرها الله له لأنها كانت قدر، لأنه أراد أن يأكل منها ليخرج من الجنة، ليخرج من ذريته من يعمر الأرض، ويتم الامتحان ويظهر الجناب المحمدي الذي انطوى في الأكوان. ولولا أكله من الشجر لظلت الحقيقة المحمدية مخبوءة في الأكوان سرا ساريا في سائر الأسماء والصفات، ولا يراها أحد، تظل منقبة في نقابها. فلما أراد لها أن تنكشف بناها على خروجه من الجنة، ثم بعد ذلك توالد الأجيال حتى يأتي الجناب المحمدي الذي هو كان آدم آدم صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لم يخرج من الجنة ويقبل إلا بالرحمة، والرحمة سبقت الغضب، والنبي هو الرحمة، فكان سابقا لآدم. لكن أين هو عندما كان آدم يأكل في الشجرة؟ كان سرا ساريا في الأكوان لا يراه أحد إلا ربه. دي اللي احنا بنسميها هي الحقيقة المحمدية اللي هي الرحمة للعالمين. وعشان كده بنقول إنه هو آدم آدم، هو آدم آدم في الحقيقة، وابن آدم في الصورة. فهمت بقى الحكاية؟ يعني علشان كده ممكن تكون المعصية ينبني عليها مشاكل وفي نفس الوقت تكون سبب للقرب. وعشان كده قال لك رب معصية أورثت ذلا وانكسارا، خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. يبقى المعصية تبعد وتقرب في آن واحد، علشان تعرف أن المبعد والمقرب هو الله. فلا تيأس من معصية ولا تركن لطاعة، بل يكون أملك في الله واعتمادك على الله. فكلها أدوية يداوي بها الله خلقه سبحانه وتعالى، لطيف بعباده. نهاك عن المعاصي وجعلها داء ودواء، وأمرك بالطاعات وجعلها داء ودواء. فسبحانه سبحانه الذي غمس. ولذا يقول سيد المرسل العباسي يقول إيه؟ معصيتك نادتني بالطاعة وطاعتك نادتني بالمعصية. يوم الناس اللي مش فاهمين كلام الأولياء يقول لك شوف المخرفين. والله سمعت أحد الجماعة اللي بيعترضوا على الأولياء بيجوا بهذه العبارة، يقول شوف بعض المخرفين يقول كده. لا، هو الولي مش مخرف، هو التاني اللي مش فاهم ده هو المخرف. يعني إيه الكلام التخريب ده اللي يقول لك معصيتك نادتني بالطاعة وطاعتك نادتني بالمعصية؟ هي الطاعة يتولد منها معصية؟ إيه ده؟ إيه التخريب ده؟ وهي المعصية تولد منها طاعة؟ إيه التخريف ده؟ شوف الخلط على الخلق. ومعترض، والمعترض منطرد، هو مش فاهم إن معصيتك نادتني بالطاعة أي بالتوبة. المعصية بتتطلب إيه؟ توبة. والتوبة طاعة ولا معصية؟ طاعة. يبقى المعصية تدفعك للطاعة، الندم. وأكثر باب يدخل منه الإنسان إلى ربه باب الندم والتوبة، أسرع باب. وطاعتك نادتني بالمعصية، لأن الإنسان إذا طاع على طول، طاع على طول، النفس تحب المدح. يوم يقول يا أرض تهدم عليك قد، تقوم يديله إعجاب بنفسه، كبر. وربنا بيقول الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. يبقى المعصية الطاعة نادتني بالكبر اللي هو الاعتماد عليها والإعجاب،
فنادتني ايه؟ بالمعصية. شوف سبحانه وتعالى ما يجعل الطاعة داء ودواء ويجعل المعصية داء ودواء في آن واحد، كيف يجمع الضرر والنفع في الشيء الواحد؟ هو الذي جمع الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. افهم الكلام، هو ده القدر. بس انت ما تعرفش تعمل كده يا مخلوق، تعمل حاجة يا فيها نفع يا فيها ضرر، ما تعرفش تعمل، لكن عملك غير عمل ربك سبحانه وتعالى، لأن يريدك ألا تكون عبدا للمعصية ولا عبدا للطاعة، يريد أن تكون عبدا لله. فلا أنت عبد الطاعة ولا عبد الذكر ولا عبد الصلاة، زي في خطبة الجمعة اللي فاتت لما بقول لك إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه، حبب إلي من أمتي الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة، ولم يقل بالصلاة. فهمت؟ في الصلاة. عارف لو قال بالصلاة يبقى ده عبد الصلاة عبد الذكر، لا، ده قرة عين النبي بالله، ولقاؤه بالله يكون في الصلاة. وعشان كده قال جعلت قرة عيني في الصلاة وليس بالصلاة، لأنه ليس عبد للذكر بل هو عبد للمذكور، ليس عبدا للطاعة ولكن عبد للمطاع. فهمت؟ فرق كبير. وعشان كده ناس ايه لما سمعوا التفسير ده لأحد الأولياء قالوا له طب ما ربنا بيقول في القرآن قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون، فربنا أمرنا بالفرح بفضل الله ورحمته والصلاة من فضل الله ورحمته، فمش قال لنا كده؟ قال له ما قال فبذلك فليفرحوا، يعني أما أنت ففرحك بي. التانيين أهل الحجاب يفرحوا بالطاعة، أهل الحجاب يفرحوا بالطاعة، لكن أهل الكشف وأنت إمامهم فرحك بي. وعشان كده قال فليفرحوا، يبقى الكلام مش موجه للنبي، النبي خارج، لأن فرح النبي بالله. افهم فرق كبير بين الإنسان المعتمد على الطاعة وبين الإنسان المعتمد على ربه، بين الإنسان اللي يائس من المعصية وبين الإنسان اللي عنده رجاء في ربي، فرق كبير. لأنه أول ما وقعت المعصية من البشر تولد عنها الحدث، وكذلك المعبرون للرؤية يعبرون لمن رأى شيئا من الأحداث أنها دل على المعاصي. يعني واحد يقول لك أنا شفت في المنام إن أنا بتآية، يعني إيه يا عم الشيخ؟ تقول له يعني هتعمل معصية، هتعمل معصية، لأن القيء نجس، ولما يخرج منك النجس، النجس في المنام معناه معصية في الإيه، في الحياة في الواقع. يقول لك أنا بشوف نفسي كل يوم إن أنا بعمل على روحي، بتغوط على روحي، يبقى أنت كده يعني ماشي في المعاصي، هذه تعبير. يبقى الأحداث تأتي في المنام بمعنى أنها إيه؟ لأن هي ناتجة عن مين؟ عن المعاصي. فيقوم يجيب لك في المنام الناتج عن الشيء عشان تعرف به الشيء نفسه تقوم تتجنبه. الوجه الثاني، هنا إشارة إلى أن المراد من المكلف معرفة حكمة الحكيم في الأشياء واتباعها، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام حين جاء إلى السعي بين الصفا والمروة نبدأ بما بدأ الله به، وإن كانت الواو لا تعطي رتبة في كلام العرب، يعني أما يقول إن الصفا والمروة جمع بين الصفا والمروة بالواو، والواو لا تقتضي ترتيب، مش كده برضو؟ والنبي كان أفصح العرب، فاهم إن الواو لا تقتضي الترتيب، لكن قال برضو لابد إن ربنا طالما ابتدى بالصفا ما ابتداش بالمروة، ولو عطف عليهم بالواو التي لا تقتضي الترتيب أكيد في حكمة، فقال أبدأ بما بدأ به الله. شفت بقى؟ يبقى تمشي وراء حكمة الإيه؟ الحكيم الخبير. لكن لما علم صاحب النور اللي هو إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أن الحكيم لا يبتدي إلا بشيء لحكمة، فاتبع مقتضى حكمة الحكيم. الوجه الثالث، هنا إشارة إلى معنى في قوله ولا يتنفس في الإناء، فإن قلنا كما تقدم ما الحكمة في ذلك، ففيه وجهان، أحدهما في حق الشارب لعله عند تنفسه في الإناء يشرق بالماء،
يعني ممكن وهو بيشرب كده لو قلت له تنفس في الإناء يتنفس ومناخيره قريبة من المية يشرب وتبقى آخر شربة ويضيع فيها. لا، أم إيه؟ عشان يجنبه إنه يشرب. دي حاجة. والثاني في حق الغير، لعله يتعلق من نفسه من نفسه شيء ما في الإناء فيستقدره الغير، وممكن اللي هيشرب بعده يقرف، لأن لما يتنفس يبقى فيه الرذاذ النفس يتختلط بالهواء ويختلط بالماء يقوم ينتقل منه شيء قذر يخلي الإنسان ما يرضاش يشرب بعده يقرفه. يبقى في حاجة متعلقة بالمتنفس نفسه إن هو ما يشرقش، وفي نفس الوقت متعلقة بغيره إنه هو ما يقرفش غيره. وغير كده إن المية قد تكون فيها نوع من الضرر فتدركها بأول مصة، تقوم ما تاخد مصة واحدة وبعدين تقول لا طعمها مش حلو ده مختلط فيها شيء، أو أنت بتشرب كده في أول مصة تلاقي فيها صرصار ميت يا آخرها، تقوم ما تقدرش تكمل بقى، تقوم تبعد عن الأذى تتجنب. إنما تعبي 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 وبعدين تقول إيه ده؟ أنا شربت إيه؟ وأنت جردل قاعد بتكب في الجردل، فهمت؟ فالنبي عايز يكرمك وعايز إيه؟ يحميك، يحميك حتى من شهوة نفسك، لأن العطشان ساعات يبقى عايز يعبي يعبي، لا يقول له لا بالراحة بالراحة علشان ممكن تشرب حاجة تضرك. وفيه أيضا إظهار الشهامة وقلة النهم، وفيها كمان إن الإنسان لما يشرب كده وينزل مش ناهم، دليل إن هو عنده شهامة كده ورجولة، ونسميه إحنا إيه؟ إتيكيت. دلوقتي نسميه إتيكيت، يعني راجل كده جنتلمان، راجل لطيف، فهمت إزاي؟ إنما أما تيجي أنت تدي الواحد كده ويتكرع كده، إيه القرف ده؟ لأن لما يشرب ورا بعضه بيدخل معاه هوا، أما يعب كده ويشرب ورا بعضه بيبلع مية وهوا، يوم أول ما ينزل الهوا تطلع لفوق قدامك، ده اسمه كلام. شوف النبي بقى عايزك تبقى راجل لطيف ازاي، قاعد محترم شيك اتيكيت لطيف جميل، الناس يقولوا ده مش ناهم، الله بيشرب بحلاوة ازاي ومنعك، حتى يقول لك مص المس الماء مصا، يعني مش ايه، مش تعلي صوتك بقى تعمل الحركات اللي بنسمعها كده ونشوفها عند الناس الغير مؤدبين بالادب النبوي، لا عايزك تبقى راجل لطيف، لان النبي كان كله لطافة وكان كله جميل، أصل ربنا بعتوا العرب أجلاف عايشين في الصحراء طول النهار بيتعامل مع مين؟ مع الجمل ومع الغنم ومع الحمار ومع الحصان، قاعد يتعامل مع الحيوانات طول النهار، فجأة خلاهم يتعاملوا مع الملائكة حاجة تانية، نقلهم نقلة تانية كبيرة، فهمت بقى إزاي؟ فيقول لك إن ما تشرب ثلاث مرات يبقى دليل عدم النهمة واللطافة والشهامة والأدب وكده. وفيه أيضا تفرقة الشراب أقرب إلى الري، تملي كده لما تشرب شوية وتهدي وبعدين تشرب تاني وتهدي هتلاقي نفسك هتشرب كمية أقل وترتوي، غير أما تشرب كتير 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 وبعدين تنزل تلاقي بطنك وجعتك لأنك شربت أكتر من لازم، إنما كده بتدي فرصة لجسمك انه يرتوي تدريجيا فتاخد كمية اقل كمية ممكنة ترويك ويبقى عندك نشاط. وفيه اشارة لعلة ينتبه لما ندب اليه من قطع الشرب ثلاثا فيحصل له ما رغب فيه من الخير، لانه جاء عنه صلى الله عليه وسلم ان من شرب الماء ونوى به العون على الطاعة وسمى ثم قطع وحمد يفعل ذلك ثلاث مرات ان الماء يسبح في جوفه ما بقي في جوفه، ويترتب على هذا من الفقه وبرضو وارد خبر ان الانسان لما يقول بسم الله ويشرب بق ويقول الحمد لله، يعني بسم الله ويشرب تاني ويقول الحمد لله، بسم الله ويشرب تالت والحمد لله، تقوم يدخل المية مع البسملة مع ذكر الله مختلط فيها فيظل الماء في جوفه يسير في دمه مسبحا فينطلق ايضا هو طائعا، فهمت بقى ازاي؟ فكله تلاقيه ماشي متناغم مع بعض، ادي كل الحكايه.
ويترتب على هذا من الفقه أن يقدم أولاً النهي عن الأشياء المحظورات، وحينئذ يشار إلى زيادة الخير، ويؤخذ ذلك من قول ولا يتنفس في الإناء نهياً منه عليه السلام، وقال في الذي يشربه ثلاثاً كما تقدم على طريق الإرشاد من فعل كذا. يعني النبي يبتدي ينهي الأول عن المضار ثم يأمر بالمنافع، يبقى إيه؟ يبقى تجنب المضار مقدم على جلب المنافع، مش كده برضو؟ القواعد المشهورة الفقهية عرفوها منين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الرابع فيه دليل على أن مجاور الشيء يعطى حكمه، يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه. الذكر بضعة منك، مش حتة من لحمك؟ طب ما هو حتة من لحمك، عايز تهرش تهرش، عايز تهرش تحت باطك تهرش بذكرك، موباطك زي ذاك كله حتة منك. مش النبي قال له إنه بضعة منك؟ ما النبي قال كده للصحابة، بضعة منك حتة منك، يعني لو واقفة عقربة هتقرصك في ذكرك هتسيبها؟ لا، تقول أصل كده عيب، عيب، لا لا أنا ما مسش. طب سيبها تقرصك عشان نستريح منك، فما ينفعش. طيب لكن ساعة البول وهو خارج من الذكر يبقى ايه؟ مجاور للنجاسة. يبقى انت منهي عن انك انت تتناول الذكر بيمينك حال خروج البول بس، لانه صار مجاورا للنجاسة ومجاور الشيء ياخذ حكمها، انما غير ما يبقى خارج منه نجاسة هو بضعة منك مش مشكلة. فهمت بقى المسألة؟ يبقى مجاور الشيء ياخذ حكم ما جاوره، وعلشان كده قالوا ايه؟ حريم الشيء لو حكم ما هو حريم له. حرم الشيء يعني لما نيجي نحوط المسجد بسور خارج المسجد، يبقى الفراغ اللي بين السور وجدار المسجد له حكم المسجد. شفت ازاي نعرف الاحكام من حاجه زي دي بسيطه؟ شفت ايه علاقه دي بدي؟ يقول لك حريم الشيء لو حكم ما هو حريم له، يبقى داخل السور بتاع المسجد ده ما ينفعش تبيع ولا تشتري ولا تمكس حائط ولا ينام جنب. ليه؟ لأنه يأخذ حكم المجاور. فهمت إزاي؟ أصبح حريم الشيء لو حكم ما هو حريم له. واضح؟ ففي حين كان الذكر مجاورا للبول منع أخذه باليمين، وفي غير ذلك الزمان اللي هو خروج البول لم يمنع منه، يؤيد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام حين سأله السائل في مس ذكريه فقال وهل هو إلا بضعة منك؟ كويس؟ لما سألوا على مس الذكر هل هو ينقل وضوءه ولا لا؟ فقالوا بضعة منك. عشان كده أخذ الإمام أبو حنيفة إن مس الذكر لا ينقل الوضوء. لكن الإمام الشافعي أخذ بحديث تاني من مس ذكره فليتوضأ. كويس؟ وقال إن الحديث التاني ده إما حديث بحال خاص بهذا الرجل لأنه رجل عجوز كبير وغالبا عمره ما يمس الذكر بشهوة، يبقى النبي صرح له وادهاله، أو إنه ضعيف الإسناد والأقوى إسنادا من مس ذكره فليتوضأ. لكن على أي حال قال له إنه بضعة منك وما نهاهوش وما قالوش أنت لمسته بأني إيد، أوعى تلمسه باليمين، ما قالوش كده. فدل على أن لمسه باليمين في حال عدم خروج البول له حكم مختلف عن مسه في حال إيه؟ خروج البول. واضح؟ فدل على جواز أخذه كسائر جسده. ولهذه الإشارات أعني أن المستخبثات كلها تكون بالشمال. قال أهل المعرفة بالخواطر إن خاطر الشيطان يأتي من جهة الشمال، شمال القلب، ويحتاج الآن أن نعرف شمال القلب من أين هو. فعندهم أن شمال القلب مخالف لشمال الجثة، أصل القلب مدي ظهره لوشك ووشه لظهرك. فهمت؟ يبقى شمال القلب هو يمين الجسم. فهمت؟ لأن مدي وشه لورا، مدي ظهره للدنيا، لأن هو أصلا إلى علام الغيوب. افهم، قلبك مدي ظهره للدنيا لأن القلب فيه عين اسمها البصيرة، والجسد فيه عين اسمها البصر، فالبصر للدنيا والبصيرة لعلام الغيوب. فيبقى مناسب ان القلب يبقى باصص لورا، لان الدنيا قليلة
قصيرة، البصيرة لا تنظر إلى قصير الأمل، تنظر إلى طول الأمل الآخرة. فناسب أن القلب يبقى ظهره للدنيا ووجهه إلى الآخرة. فهمت بقى؟ وأصل القلب ده محل الخواطر، هي أربع خواطر: خاطر شيطان يجيله من جهة الشمال، خاطر ملك يجيله من جهة اليمين، وخاطر رباني يجيله من قلبه، وخاطر نفساني يجيله من النفس والشهوة. فهمت بقى؟ هي أربع خواطر قاعدة شغالة في القلب، وشغالة زي الخلاط كلها في وقت واحد. ومين الشاطر اللي يعرف يصفي كل خاطر وينقي نفسه من الخواطر الشهوانية النفسانية والشيطانية ويسير مع الخاطر الرباني أو الملكي؟ هو ده الشاطر اللي يعرف يصفي الخواطر. فهمت؟ وجبر الخواطر على الله، فربنا يجبر خاطرنا. فهمت؟ ربنا يجبر خاطرنا ويأخذ بأيدينا إليه سبحانه وتعالى، هو الجبار الجابر سبحانه وتعالى. لأنهم يقولون وجه القلب ويعنون بوجهه الباب الذي هو للغيوب مفتوحا هو إلى جهة القلب، فمن ذلك الباب هو يمين القلب، ومنه يشاهدون ما يشاهدون من أمر المكاشفات والكرامات وما سوى ذلك مما خص الله به أولياءه على مقتضى الحكمة كما دلت عليه أدلة الشرع. ولجهل من جهل هذا المعنى الذي أشرنا إليه لما أن سمع أن خاطر الشيطان يأتي من جهة الشمال والملك يأتي من جهة اليمين، جعل ما سمع على وضع البنية، فانعكس عليه الأمر، لأن الخواطر عندهم أربعة: ملكي وشيطاني، وهما من حيث أشرنا أولا، ونفساني وهو من أمام القلب. ما هو نفساني جاي من إيه؟ من الجسد، من النفس اللي هي الشهوة، والشهوة أمام القلب لأنه هو مدي ظهره حتى للجسد، باصص إيه؟ لبره لجوه. فهمت؟ ورباني وهو من داخل القلب لأنه هو أقرب إليك منك، قاهر فوق عباده، لا أبطن من الله فليس دونه شيء. فيبقى يناسب أنه يجي من الداخل، داخل الداخل، بغير اتصال ولا انفصال ولا قرب مكان، سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار، ليس كمثله شيء، قريب في بعده بعيد في قربه، ظاهر في بطونه باطن في ظهوره، أول في آخريته آخر في أوليته، واحد في أحديته أحد في وحديته، سبحانه وتعالى محيي في إمامته مميت في إحيائه، الكل في وقت واحد، الكل في وقت واحد، رحيم شديد العقاب في آن واحد، سبحانه وتعالى قاهر فوق عباده، لا يحيطون به علما ولا تدركه الأبصار. فلا تتصور أن المسائل قرب مكان أو اتصال مكان أو زمان أو مسافة، لأن الله منزه عن المسافات، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحده حد ولا يقيده قيد سبحانه وتعالى. وعشان كده يبقى الخاطر الرباني جاي من داخل القلب، لأنه هو الباطن الذي ليس دونه شيء. يا شفت المعاني اللي فهمها المسلمين، اللي ما حدش قادر يفهم قد ايه المسلمين عندهم جواهر، وكل العالم محتاج لما عند المسلمين، والحمد لله والمسلمون مستغنون بربهم بفضل الله. لكن علينا اننا نحاول نطلع هذه الجواهر نعلمها للناس، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يشوف واحد مات على الكفر يبكي ويقول نفس تفلتت مني الى النار، كان يندم يقول يا رب انا كنت عايز الحق قبل ما يموت أدله. شفت بقى ازاي؟ فعلشان كده لازم انك انت مش قول احنا عندنا خلاص الكنز بتاعنا وتكوش عليه وما تعلموش لحد، لا، بلغوا عني ولو آية، الرحمون أرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، كل المعاني دي موجودة في أمة النبي، علشان كده تلاقيها أكثر الأمم شفقة على الأمة، وأكثر الأمم شفقة على الأكوان، مش على الناس، على الأكوان كلها، على الحيوان، حتى الحجر تمشي هوينة في على الأرض. فدي أمة رحيمة، راحمة، مرحومة، لأن نبيها هو عين الرحمة صلى الله عليه وسلم.
وهنا بحث، وهو هل النهي هنا على التحريم أما بيقول له لا، إيه؟ لا يتناول أحدكم ذكره بيمينه عندما يبول ولا يستنج، ده نهي. النهي ده للتحريم ولا للكراهة؟ فهمت بقى إزاي؟ هو عايز يسأل هل النهي ده للتحريم ولا للكراهة؟ محتمل، والظاهر أنه على الكراهة. إحنا عندنا في قاعدة عند الشافعية لطيفة تعرفك الحكاية دي، شوف المنهي عنه ده من العادات ولا من العبادات. لو كان من العادات، من العادات يبقى كراهة، لو كان من العبادات يبقى تحريم. طيب البول ده عادة ولا عبادة؟ عادة، مرتبط فيها نهي معين، يبقى النهي ده للكراهة. شفت بقى الجمال؟ قاعدة كده تسهل الحكاية. لما يقول لك لا تأكل وأنت واقف، الأكل ده عبادة ولا عادة؟ يبقى النهي عن الأكل واقفا للكراهة وليس للتحريم. فهمت بقى؟ لا تبول وأنت واقف، البول ده عادة مش كده برضو وليس عبادة، يبقى النهي عن البول واقفا للكراهة مش للتحريم. فهمت بقى إزاي؟ يبقى الأمور لما تبقى متعلقة. أما يقول لك لا تواصل في الصوم، الصوم ده عبادة ولا عادة؟ يبقى الوصال في الصوم حرام، يبقى النهي عن الوصال للتحريم لأنه ده عبادة. واضح؟ سهلة القاعدة دي، تمشيك بقى تتعلم حاجات حلوة كتير. لما يقول مثلا إيه؟ إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، الأمر هنا فاكتبوه للوجوب ولا للند؟ هنقول إن التداين ده عادة ولا عبادة؟ عادة، لأنه معاملات، عادات الناس مع بعضهم إنه ممكن يحتاج أو ما يحتاجش، مش كده برضو؟ تبقى تبع المعاملات، ولكونه من المعاملات فليس من العبادات، يبقى فاكتبوه للتوجيه والإرشاد وليس لإيه؟ للوجوب. شفت الجمال؟ تبقى شي قاعدة كده تتعلم على طول. يبقى محتمل، والظاهر أنه على الكراهة، وهذه الكراهة مع عدم العذر، والكراهة دي موجودة طول ما فيش عذر. لكن افرض واحد ايده الشمال اصلا مكسوره مربوطه وعايز يبول، ولو ساب ذكر وهينزل على فخده ويبل هدوم، نقوم نعمل ايه؟ يقول اصل انا مش هقدر امسك ذكري بيميني، وبعدين يعمل كده يبل هدوم؟ لا، نقول له انت معذور، لا كراهه في حقك للعذر ان تتناول ذكرك بيمينك اثناء البول لحد ما ايدك الشمال تتحل مشكلتها وتخف. فهمت بقى؟ لانه عنده عذر، مقطوع اليد، مشلول اليد، او مخلوق بيد واحده. فهمت بقى ازاي؟ اي حاجه من دي. وهو ايضا، واما اصحاب الاعذار فلا يدخلون في هذا الباب، مثل الذي ليس له الا يمين او له في اليسار عذر يمنع من التصرف للعذر الذي منعه. وهو ايضا اعني الاشياء التي امر بها هنا سنه. والدليل الثانية، القرينة الثانية ان هي للكراهة، ان الامور اللي امر النبي بنقدها هنا كانت سنة، والسنة مخالفتها مكروهة. فهمت ازاي؟ فعلى شكل لك يبقى للكراهة. انه صلى الله عليه وسلم كانت يمين لطعامه وشرابه وشماله لغير ذلك، فتأكد ما اخبر به هنا بما كان يفعله هو صلى الله عليه وسلم. الوجه الخامس، فيه دليل على ان من الفصاحة الاختصار، إلا إذا كان في الكلام ما يدل عليه يؤخذ منه من قول ولا يتنفس في الإناء، لأن مفهومه إذا شرب لا غير. يعني لا يتنفس، ما قالش إذا شرب في الإناء، قال لا يتنفس في الإناء. وأنت أصلا ما تستعملش الإناء وتحتاج النفس إلا أثناء الشرب، مش كده برضو؟ فاختصر النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه السادس، فيه دليل على أن المعطوف يكون مثل المعطوف عليه في الوجوب أو غير ذلك، وهو أيضا من الفصاحة، يؤخذ ذلك من أنه لما نهى أولا عطف ما بعده عليه ولم يعد النهي. لما قال هنا إيه؟ شوف، قال فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنج بيمينه ولا يتنفس في الإناء. كويس؟ الوجه السابع، يرد هنا بحث هل النهي مقصور على هذه الأشياء أو يتعدى، حيث وجدنا العلة. فعلى القول بأنه تعبد فلا يتعدى، لو قلنا العلة تعبدية ما تتعداش،
زي ما قلنا في باب الربا ان الذهب والفضه جنس ربوي. طب ايه علته؟ هل الثمنيه ولا لمجرد انه معدن الذهب والفضه؟ باجماع العلماء ان هو لكونه معدن الذهب والفضه، يبقى العله تعبديه مش ثمنيه. فاي شيء اخر يستعمل ثمنا لا يكون جنس ربوي، لان العله في الذهب والفضه كون جنس ربوي تعبدي. واضح؟ فهمت؟ نفس الحكايه، يبقى العله التعبديه لا تتعدى لغيرها، لكن العله المعروفه حكمتها، فاذا وجدت العله ايه؟ زي ما نقول ان الخمر حرمتها الاسكار، يبقى كل مسكر حرام لانها تتعدى على طول. واضح؟ واذا قلنا بفهم العله كما ابدينا، فحيث وجدنا العله عدينا الحكم، وهذا هو الاظهر. والعله هنا عدم تناول القاذورات باليمين، يبقى دي مطلقا بقى. تفهم منها ان اي حاجه انت لقيت نجاسه على الارض وعايز تزيلها، اعملها بايدك الشمال. لو عملتها بايدك اليمين مكروه. فهمت؟ لو عايز تتناول اي شيء فيه نوع قاذورات، عايز تناول واحد صفيحه الزباله تناولها له بالشمال وهو ياخدها بالشمال، لكن عايز تناول واحد مصحف تناوله له باليمين وهو ياخده باليمين. فهمت بقى ازاي؟ وهكذا. يبقى ايه ماشيه ايه في نفس النمط المعتاد. والله تعالى اعلى واعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وجزاكم الله خيرا.